اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن على بلاده أن تبدأ بإنتاج صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى سبق أن تم حظرها بموجب معاهدة للأسلحة مع الولايات المتحدة. وقال بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين أمنيين كبار إن روسيا بحاجة إلى البدء بإنتاج هذه المنظومات مجددا، في إشارة إلى صواريخ يتراوح مداها بين 505,500 كيلومتر كانت محظورة بموجب معاهدة ألغيت العام 2019.